السائل يقول: من الذي له الحق في إطلاق التفسيق والتكفير بالنسبة للأفراد؟ يقول: من الذي يملك الحق في إطلاق التفسيق والتكفير في حق أفراد الناس؟ وش الفائدة من هذا؟ وش الفائدة من هذا؟ لا تطلق تكفير ولا التفسيق ولا التبديع، لا تطلق هذا. نعم، إذا علمت على أحد شيء صحه بين له. نعم.